تعمون صوت الأغلبية الصامتة. نحن أبناء هذا الشعب، نحن أبناء الشعب الذي قام وسيبقى ناصرا للمظلوم في كل مكان. هؤلاء الناس الذي نصروا الشعب الفلسطيني هم اليوم من ينادون بنصرة أبناء الشعب الأردني الذين زج بهم في السجون لا لشيء إلا أنهم يطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، ويعيش ليصلح لنا الأردن، ويعيش ليقود راية الجهاد لإنقاذ الأقصى، ويعيش ليحرر لنا الأقصى، ويعيش لينهي لنا مواخير عمان، ويعيش لينهي لنا صالونات المساج في عمان، ويعيش جلالة الملك عبد الله حتى ينهي لنا التبشير ودعاة التبشير في أرض الإسلام، الأرض التي افتتحها سيدنا عمر بن الخطاب لتمتلئ بالمساجد وأن يقام فيها ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن يوقف التبشير في هذا البلد. هذا البلد ليس مسرحا للتبشير، هذا البلد ليس موئلا لأن يكون مركزا للدعارة، هذا البلد يجب أن يوقف فيه استيراد المومسات والعاهرات من كل صوب وحدب في العالم. هذا البلد يجب أن يقوم فيه إصلاح حقيقي يكفل حرية العباد ويصون البلاد. نحن مع عبد الله الثاني سيدنا ونضعه على رؤوسنا كمان، لا تزاودوا علينا. نحن أبناء هذا البلد، نحن عرب ومسلمون ومؤمنون، ونحن نحب تراب هذا البلد ونحب فلسطين، ونرجو إنقاذ الأقصى ومساعدة الإخوان الصابرين المرابطين على أرض فلسطين. نحن لسنا خارجون. توضيح للإخوان ليفهم البعض ممن وجد هنا إما قدم أو بالصدفة، أن السلفية هي اقتداء بالسلف الصالح لا تعني شيء آخر. أنا أقول لأبنائنا في القوات المسلحة، هؤلاء الشرفاء أبناء الفقراء والمساكين، هؤلاء الضباط، هؤلاء جند الله، أقول لهم اذهبوا إلى السفارة الأمريكية والإسرائيلية، هي التي تتآمر على الإسلام، هي التي دنست مساجد الله، هي التي رعت قتلت أطفالنا وشيوخنا وأبنائنا. اذهبوا إلى السفارات واقتحموها وتحالفوا مع أبناء شعبنا، مع أحرارنا الذين يريدون الأردن وطني ديمقراطي إسلامي عروبي خارجا عن فضاء الصهيونية والتآمر الأمريكي التي ما زالت دماء أبنائنا وشعبنا على حرابهم. هؤلاء المجرمين، هؤلاء أعداء الإنسانية، هؤلاء قتلة المسلمين، هؤلاء قتلة المسيحيين الذين يفجرون المساجد والكنائس ويهدرون دم الأحرار. اذهبوا حاصروا واطردوا سفاراتهم واتركوا شعبنا، لأننا ننادي شعب وجيش، شعب وجيش واحد ضد المشروع الأمريكي، ضد الكونفدرالية، ضد تحويل الأردن أن يكون وطنا بديل لأبناء الأمة. الحرية للمعتقلين السياسيين، الحرية للشرفاء. وأقول باسم الشعب الأردني، أقول باسم الشعب الأردني إننا منتصرون، وأرفع شعار إما الموت أو النصر، وحتما سننتصر، حتما سينتصر الشعب الأردني على الفاسدين واللصوص وسارقي قوت الشعب وعملاء السفرات. فنحن نطالب الحكومة إذا كانت تريد الإصلاح فعليا والتغيير أن تفرج عن جميع المعتقلين
وإغلاق هذا الملف نهائيا، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ونطالب بمحاسبة من تسبب في هذا الاعتداء، ونطالب بحماية المواطنين في المسيرات والاعتصامات من البلطجية والزعران. وأخيرا نؤكد أنه على الحكومة إغلاق ملف أحداث الزرقاء وطي هذه الصفحة والبدء بصفحة جديدة من الإصلاحات. هذه رسالة تودوها إلى جميع من يحتضن أبناءه ويعار عيناه برؤية الصباح المساء. هذه رسالة أتوجه فيها إلى كل من ساعد في اعتقال أبي، وأسأله هذا السؤال الذي لم يغب عن بالي لحظة واحدة منذ أن اعتقلوا أبي. لماذا حرموني منك يا أبي؟ سربوك أمام عيني وأخذوك ضربوك أمام عيني وأعين أخوتي وأمي، فأخذوك مكفل الأيدي. هل لأنك شيخ ملتحي تصلي أم لأنك تطالب بالإصلاح؟ طلبت منهم أن يفرجوا عن المعتقلين في السجون الأردنية من إخوانك المسلمين لتدخل السرور إلى قلوب أبنائهم، فبدلا من ذلك قاموا باعتقالك وأدخلوا الحزن إلى قلبي وقلوب عشرات الأطفال غيري. لماذا منذ 20 أيام لم أرى أبي الحبيب ولم أسمع صوته الحنون وهو ينادي علي لصلي خلفه؟ أبي المعتقل علمني أنا وإخوتي التسامح والعفو عمن أذاني، فدين الإسلام أمرني بهذا، وأبي علمني هذا الدين الذي فيه تعلو كلمة الحق على الباطل والمسامحة على الظلم. فلا تظلموني وتبعدوا أبي عني ولا تحرموني من سماع صوتي الحنون. وفي الختام أدعو الله العلي العظيم أن يفرج عن أبي العزيز وعن جميع المعتقلين في السجون وأن يردهم إلى أبنائهم وأسرهم سالمين. تطالب بما يلي: أولا الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإغلاق هذا الملف نهائيا. ثانيا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتبيان حقيقة ما جرى للشارع الأردني. ثالثا وضع حد لأعمال البلطجة التي تكررت أكثر من مرة ضد المسارات السلمية. رابعا المطالبة الفورية بكبح جماح الأجهزة الأمنية التي انتهكت حرمات البيوت وأبناء العشائر وروعت الآمنين والأطفال بغير حق. خامسا وقف ممارسات كل أشكال التعذيب المادية والنفسية ضد المعتقلين. وحتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، فإن اللجنة تؤكد أن الفعاليات والاعتصامات ستستمر وبتصعيد متواتر حتى يتم إغلاق هذا الملف. صوت الأغلبية الصامتة.